الإعلان عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في اليمن وجميع الدول العربية. كشف فلكي يمني موعد أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً ونهاية شهر رمضان. وقال الفلكي محمد عياش في منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: فلكياً يكون الثلاثاء 9 أبريل اليوم المكمل لشهر رمضان 30 يوماً، وأضاف أن يوم الأربعاء 10 أبريل غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك بجميع الدول العربية والإسلامية دون استثناء. وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر قد حدد موعد عيد الفطر المبارك. وقال المعهد في منشور على صفحته الرسمية على منصة فيسبوك: إن هلال شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم 29 رمضان 1445 الموافق 8 أبريل 2024 للميلاد. وأضاف: ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في القاهرة، وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس ب12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة وفي باقي محافظات الجمهورية بمدة تتراوح بين 10 إلى 11 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدة تتراوح بين 2 إلى 20 دقيقة. وبهذا الشكل يكون يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان، وتكون غرة شهر شوال 1445 للهجرة فلكياً يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 عيد الفطر المبارك. فضلاً وليس أمراً، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.